مش عايزني اخبي وشي؟ لا 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 لا، انا مش هجيب وشك خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. أما عن اختيار اسم أجنادي مصر، فقد تم اختيار اسم التنظيم تشبها بلقب جنود مصر في عهد صلاح الدين وقطز، وهو ما يظهر الحرص على الارتباط الواضح بالأحداث الجارية في مصر دون الارتباط بقضايا مركزية أخرى. الأولوية لاستهداف الأجهزة الأمنية باعتبار قتالها من جنس دفع العدو الصائد، والموقف من النصارى مرتبط بموقفهم من المسلمين، فإن جنحوا للسلم فلهم البر والقسط. أشرف الغرابلي كان في رابعة، بعدها سافر مع أنصار بيت المقدس لسين. بعد موت أبو عبد الله وأبو عبيدة، أبو أسامة أمير الأنصار دلوقتي عين الغرابلي مكان أبو عبيدة في المنطقة المركزية، القاهرة والمحافظات. طب وإحنا إيه المعلومات المتاحة عندنا دلوقتي؟ للأسف ما عندناش معلومات كتير عنه، ولا حتى رقم تليفون ليه، لأن كل اتصالاته على تليجرام، عكس اللي كان بيعمله أبو عبيدة. البيب بيشتغل بإيده. زكا جاد. زكريا، يوسف عايزك معلش لو سمحت. على اذنك. طب انا معاك. طلبيه جامعه القاهره، ميدان لبنان، اتحاديه، عين شمس. هي دي الاماكن اللي اشتغل فيها. مفيش اي حاجه تجمعهم للاسف. خلونا نراجع كل المعلومات اللي عندنا تاني. هو انا ملاحظ ان هي الاماكن كلها يا اما حيويه يا اما امنيه، ودايما بينفذ يوم جمعه وينزل بعدها البيان. ودايما العبوات ما بين كيس زباله او ورا حجر او كده. كلها عبوات متوصله بشريحه. ده معناه ان في حد بيرصد قبل ما بينفذ يا فايز. انا رايي يعني من الاخر ان احنا سبب فشلنا ان احنا نتوقع الضرب الجايه دايما انه بناء اماكن ما فيهاش كاميرات. نقطه. اسم. بيختاروا الاماكن اللي يوسف؟ ما فيهاش كاميرات. انت صح. احنا لازم نبعت لكل الاماكن الحيويه اللي ما فيش جنبها كاميرات. ونخليهم يركزوا مع اي حد بيصور او بيرصد ويبلغوا له. هو النهارده الاربعاء، يعني هما يا بيرصدوا النهارده يا بكره بيت كتير، عشان مفيش حاجه تتغير قبل يوم الجمعه. دي فرصه مش لازم نفوتها، لازم نوصل لاي حد منهم النهارده بالليل. اتحرك انت يا يوسف. ماشي. رفعت بيه، عايزين نقعد مع سيادتك شويه يا فندم. نفس المشهد بيتكرر، الاسلام بقى مستضعف، بس احنا مش هنسكت على كده. احنا هنجاهد لغايه ما نرفع رايه الاسلام، وان شاء الله ربنا هينصرنا على الطواغيت والكفره. وهنجاهد ازاي بقى واحنا لسه في اماكننا؟ انا شايف اننا ما بنعملش حاجه غير اننا بنيجي نتكلم وخلاص. يا دكتوره مش هجاهد بالكلام، انا عاوز اجاهد بفعل. الصبر يا خيرت، انت في مكانك مكسب كبير قوي لينا كلنا. وانا هفضل اسمع الجمله دي لحد امتى؟ انا شايف ان احنا لازم نكون اكتر من كده، لازم نزود عددنا جوه القطاع. بتفكر في مين؟ اهدوا بس يا جماعة وصلوا على النبي. انتوا عارفين لو شموا خبر عننا هيعملوا فينا ايه؟ انا رأيي من رأي الدكتور، احنا نصبر شوية ولما نعرف احنا عايزين ايه نعلن عن نفسنا. سوري يا ابني، ما وصلش حاجه. وريني التليفون ده. ما وصلش حاجه. وريني التليفون ده. ماشي يا باشا. يا باشا يا باشا في الشارع بس يا باشا. انا بتمشى والله العظيم في الشارع. انا عملت. طب انت واخدني على فين؟ طب يا باشا يلا حازم يا ادخل. جمال ده ملوش اي ملفات سابقه عندنا. كل اللي نعرفه عنه انه كان مدمن ودخل كذا مصحه ادمان عشان يتعالج. عارف انا القصه دي اتلم على شويه ناس واقنعوني الجهاد هو اللي هيخليه يبطل ادمان، وان ربنا هيسامحه بالطريقه دي. بالظبط. هو طبعا رافض يتكلم وبينكر كل حاجه، بيقول ان هو اتاخد ظلم. بس الواد ده بقى هو اللي اكيد وراه حاجه. ابراهيم الخطيب. الواد ده ابوه مات في رابعه. طب خليك انت مع جمال يا فايز، شوف هيوصلك لفين. وسيب لي انا ابراهيم الخطيب ده. بصيته على تليفونه؟
طمني، التليفون فتح؟ فتحته ولقيته فعلا كان بيصور المكان. طب وريني. بعت الصور دي لأي أرقام؟ ملحقش يبعت الصور دي لحد، بس أنا كده كده عملت باك اب للتليفون ورجعت الداتا القديم. لا خلاص، هو كده رسمي تبع الأجناد. طب الصادر والوارد ايه في التليفون؟ لا، من الواضح ان الشريحة دي كانت استخدام نت بس. طب وريني بقية الداتا.